وهذا تابوت دمية أخرى لرجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ملفوفة بعناية. ومياء فتاة عليها بشترية. سبحان الله. كيف تم وضع البرتري على وجوه المنيوات وهي لفتاة أطلق عليها اسم الفتاة الذهبية؟ ليس فقط بسبب كثرة التذهيب اللي موجود في المنياء، ولكن أيضا للحلى الكثيرة من الهرة التي ترتديها الفتاة. كل الحلي اللي احنا شايفينه ده موجودين جوه في المنياء بترتديها، من أساور لخلاخيل لغيرها. غطاء المنياء مزين بمناظر أسطورية ومعبودات مصرية قديمة. أنا مش عايزة ألف الكاميرا ونرى المعبود أنوبيس وهو يشرف على عملية التحنيط. وهذه مومياء لطفل صغير ومغطاة بيض بالكتان وبعض الذهب. انظروا زي دبابيس ذهبية ما بين قشرة الكتان. هذا هو وجه الطفل رحمه الله، وبرضه كان لابس نفس القلادات. وهذه مومياء سيدة عامل لها بورتريه على الوجه، ومزين بالعقود، وكل اللي كانت بتلبسه في حياتها موجود ومتغطي داخل التابوت بتاعها وداخل مومياء. وهذه مومياوات اخرى. ووجوه أخرى وبعض البرج وبعض قشرة الذهبية.